اسمي مازن نوفال من القدس، عمري 50 سنة وعندي 4 بنات، ميار، نتال، لور. عمري وبشتغل سكرتير عام للمعهد الفرنسي في القدس كمان، بس بسبب وضعي الصحي هلأ بشتغل بارت تايم نص وقت. أنا وعيلتي المكونة من 6 أشخاص ساكنين في بيت صغير كتير. البيت هو عبارة عن غرفة نوم واحدة، قاعدة صغيرة إذا قعدوا 4 2 ضلوا واقفين، مطبخ صغير كتير وحمام كمان صغير. البيت سقفه زينكو والحيطان تقريبا فيش حيطان، لانه كليته ألمنيوم وإزاز مش معزول، يعني نار شوب بالصيف وشتاء وغرق بالشتاء. ووضعه بشكل عام من جميع النواحي كبيت كبنى لا يصلح انه يكون نقول عنه بيت. الدرج اللي بودي للمطبخ وللحمام مع الوقت تك وصار يشكل نوع من الخطر. بناتي زي كل البنات عندهم مواهب، عندهم هوايات، بحبوا الدبكة، بحبوا عزف الموسيقى، بس للأسف الشديد صغر البيت وعدد الأشخاص اللي فيه بمنعهم كتير مرات إنهم يركزوا حتى على الهوايات ويقدوها بشكل صحيح. ما بتقدروا تنتين مع سوا يدرسوا بنفس الوقت لما يكون في عندهم امتحانات. ما في بيئة مهيئة للدراسة بالبيت، فبضطر أعيد الجملة أكثر من مرة عشان أحفظها، الآخر نفس الإشي ما بحفظ وبتشتت. الحمام ما إله باب، فيا منسكر باب البيت يا أما منطبق باب الغرفة أو منضطر إنه نحط منشفة على باب المطبخ. عندنا الشاور مش آمن، ففي احتمالية بأي وقت إنه يسقط بما إنه حديد، والحديد بعد فترة طويلة بيصدي، ففي احتمالية إنه إحنا بناخد مثلا شاور أو نتحمم إنه ممكن إنه نوقع، فبنكون كتير خايفين من نقطة إنه نوقع. إحنا مثلا إذا وقعنا راح نموت، إذا وقعنا مثلا راح مثلا الناس يشوفونا إنه وإحنا متحممين. يعني أنا للأسف ما فيش مجال إنه أرمم البيت على حسابي، فترميم البيت راح يساعدني ويساعد العيلة كليتها بشكل عام، لأنه راح يعطي راحة نفسية كبيرة للجميع. التغيير اللي صار هو يعني شيء من الخيال، حلم. يعني البيت هلا وضعه ممتاز، ولا عمري كنت احلم انه يصير بالشكل هذا وانه تحسن الظروف زي ما تحسنت هلا. صار في قعده يقعد الجميع فيها براحته، صار في مطبخ تقدر تطبخ فيه، تقدر تاكل فيه، كل شيء عليه بواب، كل شيء مسكر، صار في غرف نوم، غيروا البلاط، غيروا السقف، غيروا الحيطان، كل شيء تغير في البيت. بناتي طول الوقت هلا لانه هم بيتعلموا دبكه في البيت، دائما بتسمع موسيقى، بتشوف الرقص، الكل مبسوط، يعني المشاعر تغيرت كليتها. الكل بيرجع كان من الشغل أو المدرسة بيعرف إنه في محل رح يقعد فيه، رح يدرس فيه، رح يقدر يأكل فيه براحته، ومحل يقدر ينام فيه ويرتاح.